أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنه السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوتنا أذن في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
تتقلب فيه
ليستأذنكم الذين
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم
والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لا تشتاق
الضيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأن شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأصبحتم بنعمته
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم وما زادهم إلا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم كدرت. وإذا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا النُّجُومُ
الشمس عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشير عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء نفس ما أحضرت وإذا السماء كشطت وإذا علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس إنه لقول
ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وما تشاء
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى
الأرض خاشعة فإذا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي الله الذي خلق السماوات والأرض
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي
الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لعلكم
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
فلا تجعلوا in
لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فيها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غش فبأي
ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وأنتم سامدون.
وإلى السماء كيف رفعت أفلا إسرائيل أن
يعرفون وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء
خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء إنك على كل شيء قدير. قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إنك على كل شيء قدير. قل شاء
وتنزع الملك ممن تشاء النار في الليل وتخرج